أصيب الفنان الكبير هادي الجيار بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وأجرى تحليل PCR وكانت النتيجة للأسف إيجابية. وأعلن هادي الجيار إصابته عبر صفحته على الفيسبوك، وقال: ضربني فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء. ومن جانبه أكد المخرج تامر حمزة لليوم السابع أن الفنان هادي الجيار أصيب بفيروس كورونا، وأنه تحدث معه الخميس 7 يناير 2021 وحالته متدهورة، وهناك مضاعفات بسبب إجراء عملية قلب مفتوح منذ فترة. وقالت الفنانة نهال عنبر عضوة نقابة المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار ليست مستقرة، لكنها أكدت أيضا عدم تدهورها. وأضافت نهال عنبر في تصريحات لبوابة الأهرام أن الفنان نقل للعناية المركزة منذ قليل بسبب وجود مشاكل في الأكسجين. ربنا يشفيه ويعومه بالسلامة. وكان أنجح مسرحيات هادي الجيار هي مسرحية مدرسة المشاغبين، والتي مثل فيها دور لطفي، وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام، منها مقص عم قنديل عام 1985. هنا في شبابه، طبعا كلنا عارفينه، نجح واشتهر في مدرسة المشاغبين مع المجموعة الطلاب اللي كانوا موجودين. كل الطلاب للأسف رحلوا عننا ما عدا عادل إمام وهادي الجيار، هنا مع أحمد زكي ويونس شلبي في مدرسة المشاغبين، وأدي هو هنا أما كبر، ونشوف أسرار تانية عنه. وفي ظهور النادر حضر الفنان هادي الجيار إحدى حفلات الزفاف، وكان يرافقه آنذاك كريمتاه وزوجته، وتظهر زوجة الجيار في الوسط وكريمتاه أقصى اليمين وأقصى اليسار. دي صورة في إحدى حفلات الزفاف، هو على يمينه مراته وبنتيه، واحدة أقصى اليمين والتانية أقصى الشمال. إيه رأيكم؟ يشبهوله؟ وادي هنا بقى دفعة 70، تعالوا نروح بقى ونرجع بذكرياتنا القديمة ونشوف النجوم كان شكلهم ايه. ادي لطفي لبيب كان بشعر، ونبيل الحلفاوي، وهادي الجيار، وشعبان حسين مع أستاذ الدفعة سعد أردش. وادي هنا محمد صبحي، محمد عبد الحليم، نبيل الحلفاوي، هادي الجيار، شعبان حسين، لطفي لبيب، وبصحبة بعض الزملاء، وكان بيتوسطهم عبد الرحيم الزرقاني بطل فيلم أرض النفاق مع فؤاد المهندس وسعد أردش. وادي هنا صورة نادرة كمان، نبيل الحلفاوي ومحمد صبحي وشعبان حسين، كل دي دفعة 1970، دفعة المشاهير، كلهم نجوم. وادي هنا هادي الجيار ومحمد صبحي ونبيل الحلفاوي وشعبان حسين 1970. كانت دفعة ولا أروع. وادي هنا برضو نبيل الحلفاوي اللي هو على اليمين، ويسري مصطفى، وهادي الجيار، وشعبان حسين، ولطفي لبيب، ونور الشريف. لطفي لبيب كان بشعر، اللي هو آخر واحد تحت. وادي هادي الجيار ومحمد صبحي ونبيل الحلفاوي وشعبان حسين. تمام يا فندم. هادي الجيار مولود في 15 أكتوبر 1949، أي حاليا حوالي 71 سنة، وهو ممثل مصري مثل في عدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات. عادل إمام وهادي الجيار ارتبط اسميهما معا من خلال مسرحية مدرسة المشاغبين،
والتي رشح فيها الزعيم صديقه هادي الجيار لدور لطفي. بعد أن توطدت علاقتهما أثناء مشاركتهما قبلها بفترة وجيزة في مسلسل من إخراج محمد فضل، لكنه لم يكتمل وفقا لما قاله هادي الجيار. يتذكر هادي الجيار في حديثه للوطن كواليس مشاركته في المسرحية التي عرضت عام 1973 قائلا: عادل قال لي احنا بنعمل مسرحية اسمها مدرسة المشاغبين في فرقة الفنانين المتحدين، تشتغل معانا؟ قلت اشتغل ورحنا. ورغم عدم اجتماعهما معا في أعمال أخرى حتى رمضان 2018 إلا أن هادي الجيار أكد أنه ما زالت تربطه علاقة صداقة وطيدة مع عادل إمام، فلم تكن مجرد زمالة عمل. لذلك لم يتوانى عن المشاركة كضيف شرف معه في مسلسلي عوالم خفية عام 2018 وفلانتينو عام 2020، موضحا أنه دائما ما يرى الفنان عادل إمام كما كان في مسرحية مدرسة المشاغبين، وقال: بنقعد نفتكر ونضحك جدا وبيننا عمر وعشرة زمن. وأكد أنه في إحدى المسرحيات التي أقيمت في دولة ليبيا لم يكن يضحك أيا من الحاضرين على إفيهات عادل إمام في المسرحية، كان شيء غريب جدا، وهو الأمر الذي استغربه كل القائمين على العمل. وقال: مهديش غير لما ضحكهم كلهم، عادل إمام ده هرم. وادي أنا هادي الجيار مع صديقه الزعيم عادل إمام، ربنا يديم صداقته. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.